أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من زوايا الحدث نخصصها لمناقشة اعتراض الحكومة الشرعية على تعامل الأمم المتحدة مع أطراف الصراع في اليمن. انتقدت الحكومة بيان رئيس بعثة الأمم المتحدة في الحديدة الجنرال أباجت جها الذي أدان ضربات التحالف على أهداف لميليشيا الحوثي في ميناء الصليف، وقال إنها تعرقل عملية السلام في حين لم يدن جرائم الميليشيا. من جهته قال المتحدث باسم عمليات الساحل الغربي وضاح الدبيش إن البيان يتماهى مع ميليشيا الحوثي منتقدا عدم إدانته للأعمال العدائية التي يقوم بها الحوثيون. نتوقف عند هذه التطورات لنناقشها في محورين: لماذا الازدواجية في تعامل الأمم المتحدة كما ترى الحكومة الشرعية مع الأطراف اليمنية، وهل هنالك حقا محاباة لميليشيا الحوثي من قبل الأمم المتحدة وما مصلحتها في ذلك؟ قبل أن نبدأ استقبال ضيوف هذه الحلقة ونبدأ النقاش معهم، نذهب لمتابعة التقرير التالي. بعثة الأمم المتحدة توجه أقوى انتقاد للتحالف. الانتقاد جاء على لسان رئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار والبعثة الأممية لدعم اتفاق الحديدة الجنرال الهندي أبهجيت غوها، وذلك على خلفية الهجمات التي شنها طيران التحالف الأحد على 6 مواقع شمال مدينة الحديدة تستخدم كمعامل لتفخيخ القوارب التي تستهدف سفنا في البحر الأحمر. الجنرال أبهجيت اعتبر أن الضربات الجوية للتحالف تعرقل عملية السلام وتهدد تنفيذ اتفاق الحديدة، مع مزاعم لهذا الجنرال بوجود انخفاض في المستوى العام للعنف في الحديدة خلال الأشهر الماضية وإقرار بأن الوضع في المحافظة لا يزال متقلبا. لم يحدث أن وجه هذا المسؤول أو أي من سلفيه انتقادا لتجاوزات الحوثيين، لكنه لم يتردد في انتقاد الرياض التي يبدو أنها انزعجت كثيرا من تصريح كهذا. وجاء هذا التصريح بعد إيضاحة قدمها المتحدث باسم التحالف العقيد التركي المالكي، أكد من خلالها أن العملية النوعية التي نفذها الطيران فجر الأحد في مديرية الصليف اقتصرت على أهداف عسكرية مشروعة تتبع للميليشيا الحوثية، وشملت تدمير 6 مواقع لتجميع وتفخيخ وإطلاق الزوارق المفخخة المسيرة عن بعد والألغام البحرية والتي تهدد خطوط الملاحة البحرية والتجارة العالمية بمضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر، وفقا لما جاء على لسان المالكي. وكالعادة أكثر المواقف حدة تجاه الدور الأممي تأتي في الغالب من مسؤولين في الشرعية التي أقصيت بالكامل عن الأحداث الدائرة في الساحل الغربي، حيث توكل العمليات العسكرية الميدانية هناك لتحالف من القوات المشتركة التي أنشأتها وتشرف عليها الإمارات بشكل كامل. أسرع رد جاء من وزير الإعلام معمر الإرياني الذي حمل بعثة الأمم المتحدة كامل المسؤولية عن مصير تنفيذ بنود اتفاق الحديدة، مؤكدا أن الحكومة والتحالف لن يسمحا للميليشيا الحوثية باستغلال اتفاق السويد لتحويل موانئ الحديدة إلى معامل ومخازن للقوارب المفخخة والألغام البحرية. وحمل الإرياني بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة كامل المسؤولية عن مصير تنفيذ بنود الاتفاق، وعلى رأسها انسحاب الميليشيا الحوثية من مدينة الحديدة وموانئها وفتح الممرات الإنسانية ووقف خروق وقف إطلاق النار كافة وأنشطة الحوثيين في البحر الأحمر وباب المندب التي قال أنها تمثل تهديداً لمصالح العالم أجمع. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، وينضم إلينا من نيويورك المحلل السياسي إبراهيم القطبي. مرحبا بك سيد إبراهيم. إذا الحكومة تنتقد بيان الجنرال أبهجت وترى أن الأمم المتحدة تحابي الميليشيا وتدين القصف الذي تعرضت له الميليشيا في الحديدة، بينما لم تقل حرف على ما قامت به الميليشيا من قصف لمأرب ومن توغل في الجوف. ما صحة ذلك؟ ما منطقية هذا القول؟ اهلا وسهلا بك وبمشاهدينك الكرام. اولا اعتقد انه بات من الواضح تماما لكل المشاهدين والمتابعين لما تقوم به الأمم المتحدة أن الأمم المتحدة أصبحت عورة إن لم تكن منحازة إلى جانب الميليشيات الحوثية بشكل واضح وممنهج. كان هناك قبل في الأسابيع الماضية ميليشيات الحوثي تستهدف المواطنين على سبيل المثال في محافظة الجنوب وتم تهجير الآلاف
من العزل هناك، ولم نسمع حتى بيان خجول من الأمم المتحدة، بل عندما تكون هناك ضربات من التحالف تخرج الأمم المتحدة بكل منظماتها ومتحدثيها لإدانة ذلك الضربات، ونحن في مع إدانة كل ما يستهدف اليمنيين سواء كانوا في الحديدة أو في أي مكان آخر، لكن يبدو أن منظمة الأمم المتحدة أصبحت منحازة بشكل واضح للميليشيات الحوثي، وهذا بعد واضح من الطريقة التي تتعامل به في الملف اليمني. الخجول في الأمر أن الحكومة اليمنية أصبحت مجرد أداة وناطق باسم التحالف الإماراتي السعودي، لم تتحدث عن ما يجري في مأرب، لم تتحدث عن ما يجري في الجو، يعني فضلت الصمت، حتى لم تطالب الأمم المتحدة بإدارة ما يجري في تلك المحافظتين، ظلت ساكتة، ولأنه هناك يستهدف الجيش الوطني، لكنها تتحدث عندما تنتقد الأمم المتحدة جرائم ما تقوم به الإمارات والسعودية في اليمن. ولنكن واضحين، الإمارات والسعودية وطيرانها لا يستهدف ميليشيات الحوثي حتى في الحديدة، يستهدف البنية التحتية اليمنية، يستهدف كل ما له علاقة بالوجود اليمني، ولا يستهدف لا قيادة الميليشيات ولا معسكراتها ولا حتى جنودها المتحركين، كما رأينا في محافظة شبوه على سبيل المثال، هي محافظة يعني أشبه بالصحراوية، الحوثيون يتنقلون بكل بساطة وأمام مرأة وملعب الطيران السعودي، ولكن لا يتم استهدافهم. فلذلك في آخر اليوم نحن اليمنيون مستهدفون من قبل ميليشيات الحوثي ومن قبل التحالف الخليجي الإماراتي السعودي، وللأسف الشديد من هناك صمت أممي ومجتمع دولي لكل ما تقوم به الجهتين ضد الشعب اليمني. نعم، إذن سيد إبراهيم تكرم بالبقاء معي، اسمح لي لأن أشرك معنا في الحديث الكاتبة والباحثة السياسية ميساء شجاع الدين. مرحبا بك سيدة ميساء. إذن ضيفي من نيويورك إبراهيم القعطبي يتفق مع ما تذهب لقوله الشرعية بأن ربما هنالك ازدواجية من قبل مبعوث الأمم المتحدة في التعامل مع أطراف الصراع، ما رأيك بمدى منطقية وواقعية هذا الطرح، ولماذا قد تذهب الأمم المتحدة لتفضيل طرف على آخر؟ هي مش مسألة تفضيل، بس في طرف يمكن الضغط عليه وطرف لا يمكن الضغط عليه. في طرف اللي هو الحكومة والتحالف، هذه دول وكيانات معترف فيها، ممكن الضغط عليها، لكن الحوثي من الصعب أنه يضغط عليه، لا يمتلك هو أصلا أدوات ضغط عليه، لا يمتلك تمثيل دبلوماسي، لا يمتلك أرصدة بالخارج، لا يمتلك اعتراف دولي، فبالتالي بلا شيء ممكن يعاقب فيها الحوثي مثل ما يحدث بخصوص التحالف أو الحكومة، هذا من جهة. الجهة الثانية بيحاول ينجز الاتفاق اللي هو المنجز الوحيد له اللي هو اتفاق ستوكهولم، وهذا عمليا هو منجزة، وهو الآن المفروض أن يتمدد عقده أعتقد هذا الشهر أو الشهر الجاي. هو يخشى من انهيار الهدنة الموجودة في الحديدة، خشية على أنه هذا سيقدم كفشل، أنه فشل حتى في المنجز الوحيد الذي هو اتفاق ستوكهولم، لأنه لم يقدم أي إنجاز آخر. واتفاق ستوكهولم هو عمليا الإنجاز الوحيد فيه هو الهدنة، هو وقف إطلاق النار، فيما عدا ذلك بقية بنود الاتفاق من مسائل إنسانية أخرى مثل الأسرى أو مسائل اقتصادية مثل ما يتعلق بالبنك أو غيرها من قضايا، كلها لم ينجز فيها أو لم يحدث فيها تقدم. يعني كان أعلن عن أنه في اتفاق على أسرى، حتى الآن لم يحدث التبادل، حصل الاتفاق على الدوائم، بعد ما اتفقوا على الدوائم أسقط 200 اسم بعد الاتفاق أو 300 اسم، فبالتالي لا يوجد إنجازات حقيقية أو فعالية للمبعوث الأممي، فربما أنه يخشى على إحجار ظهره وينهار. نعم،
إذن سيد إبراهيم، لعلك سمعت حديث السيدة ميساء التي تتحدث أنه عندما تذهب الأمم المتحدة للضغط على الحكومة الشرعية وأيضا أطراف التحالف، هي تتعامل هنا مع جهات رسمية معترف بها، تمتلك أدوات ضغط على هذه الجهات على خلاف الحوثيين وميليشيا الحوثيين، وأيضا أنه ربما يرى جريفيث أن قصف التحالف لنقاط في الحديدة ربما يفسد ما يحاول القيام به من وقف لإطلاق النار هنالك، والظهور بأنه قام بعمل شيء في الملف اليمني. بعكس مجلس الأمن الدولي الذي يمتلك القوة من خلال أعضاء مجلس الأمن الدائمين، منظمة الأمم المتحدة هي أصلا ليست لا أداة ضغط ولا هي سلطة تشريعية ولا سلطة تنفيذية، ولذلك الحديث عن الضغط هنا ليس بالحديث الصحيح. النقطة هنا نحن لا نطالب الأمم المتحدة بالذهاب بقوات لمحاربة الحوثيون، وإنما العالم يطلب حتى ببيان إدانة. يعني احنا لا، صحيح انه لا يوجد أدوات ضغط من قبل الأمم المتحدة على ميليشيات الحوثي، وأيضا لا يوجد حتى أدوات ضغط على الإمارات والسعودية. يعني من هذا الناحية لو تحدثنا على أدوات الضغط، يعني الأمم المتحدة هي مجرد يعني منظمة دولية وليست يعني بالمعنى الأصح سلطة تستطيع الضغط بقوة نحو يعني إيقاف عمل أو آخر. لكن هنا الأهم هنا أن الأمم المتحدة عندما ترتكب الميليشيات الحوثي أي جرائم، أو عندما تقوم ب يعني نهب حتى المساعدات الإنسانية، وهذا موثق حتى من قبل الأمم المتحدة، لا يتعرضوا إلى الضغط على الميليشيات حتى من خلال البيانات، لكنه عندما يأتي أو يحصل أي شيء من قبل هذا التحالف القذر تسارع بالبيانات وبالإدانة. والسؤال هنا، هل منظمة الأمم المتحدة تتبع القوانين الدولية وتنطلق من هذا المنطلق وتتحدث على الجرائم ضد الإنسانية وضد الإنسان، أم أنها أصبحت مجرد يعني ناطق سياسي يتحدث مع جهة ضد أخرى أو يتغرى على جهة ويتحدث ضد أخرى؟ هنا يجب الالتفات حول ما تقوم به الأمم المتحدة كونها أصبحت لا تسمي الأشياء بمسمياتها، ولذلك يجب أن تكون واضحة. إما هي أن تقف إلى جانب المواطن اليمني الذي يواجه كل تلك الجرائم، إما في شبوة وإما في مأرب أو في الجوف أو أي في مناطق أخرى. الحوثيين يرتكبون الجرائم في كل مناطق اليمن، من البيضاء إلى تحت إلى كل الأماكن، ولا نسمح بيانات الأمم المتحدة حصار تحت سيد إبراهيم. أنا لا أتمكن من سماعك بشكل جيد للأسف. سيد إبراهيم أنا لا أتمكن من سماعك بشكل جيد للأسف، أتمنى لو تقوم بتغيير مكانك ربما أستطيع سماعك بشكل أفضل. سأعود إليك، ولكن دعني أن أذهب إلى سيدة ميساء. هنالك من يذهب للحديث أنه ربما وحدية القرار التي تتمتع به ميليشيا الحوثي وأيضا سيطرتها الفعلية وتواجدها على الأرض، ربما هذا يجعل يؤثر على تعامل الأمم المتحدة وأيضا الفاعلين الدوليين، بينما في المقابل الشرعية قرارها ليس بيدها، وأيضا وجود الخلافات بينها وبين التحالف، ما السعودية من طرف وأيضا الإمارات من طرف، كيف يمكن لهذا أن يؤثر على تعامل المجتمع الدولي مع أطراف الصراع في اليمن؟ هذا يعني هو اكيد بيشعر انه هو الطرف الحوثي يستطيع انه رد فعل ويستطيع انه يكون رد فعل متماسك، وهو طرف اوكي الحوثي بمنتهى البساطه انه يخط عمل معه مثل ما عمل مع ولد الشيخ ويتفهم مهمته، لكن هو يشعر بان الحكومه دائما ضعيفه، دائما ردود فعلها يعني ممكن تكون متخاذله، فهو لا يفهم رد فعلها. هذا اكيد يعني، وهو معظم احنا نتذكر ايضا هذه المرحله هي مرحله متعدده، هم في الاخير موظفين، هذا المبعوثين الامميين ومكاتب حقهم، هذه كلها عمل بيروقراطي بائس جدا يعني، ولا يخلو من الطابع البيروقراطي البائس. يعني المساله احيانا ما تكونش مساله انحياز،
أحيانا تكون يعني مسائل لها علاقة بطبيعتهم البيروقراطية وطبيعة حفاظهم على مصالحهم الشخصية البسيطة جدا، مثل استمرار وظيفتهم. فمن المهم إن إحنا نتذكر إنه هو معني بالحفاظ على إنجازها الوحيد دوما هو اتفاق استوكهولم، اللي هو وقف إطلاق النار، وهو يخشى انهيار هذا الاتفاق. لأنها قبل فترة كان محمد علي الفوز يتكلم على استفزازات وإنهم ممكن هذا الاتفاق ينهار، فهو عنده خشية حقيقية من انهيار هذا الاتفاق. لكن المسألة الظروف أو مش الظروف بينظر لها كمسائل داخلية العالم، معني بتأمين الصالح. اليمن بالنسبة للعالم هي قضيتين، هي الساحل والقاعدة، ما عدا ذلك قضايا داخلية وتفاصيل لا تعني العالم. فبالتالي هو يهمه من هذا من اليمن هو يتعامل مع هذه المسألتين بشكل أساسي، وبالتحديد الساحل. فالساحل هو اللي يهم العالم، لكن قضية الجوف هذه بالنسبة لصراع داخلي لا تعني العالم، والحكومة رد فعلها دائما ضعيف أو مخاذل، هو لا يخفى رد فعلها. فبالتالي هو بيتصرف بحسب ما تمليه عليه وظيفته، بحسب ما تمليه عليه تصورات يعني. نعم، إذن الكاتبة والباحثة السياسية ميساء شجاع الدين كنت معنا من البحرين، شكرا جزيلا لك. عودة أخيرة لك سيد إبراهيم، ما الذي حققه المبعوث الأممي طوال هذه المدة حتى نعول على بياناته؟ ما الذي سنجنيه من بيانات الأمم المتحدة إذا كانت لا تستطيع فعل شيء على أرض الواقع؟ يبدو أننا فقدنا الاتصال بسيد إبراهيم القعطبي. إذن ينضم إلينا من ماليزيا رئيس مركز يمني للدراسات دكتور فيصل علي. مرحبا بك دكتور فيصل. أهلا وسهلا فيكم. أهلا بك دكتور فيصل. أنت كيف كباحث وكاتب كيف تقيم تعامل الأمم المتحدة إجمالا مع القضية اليمنية وصحة قول الشرعية أن هناك ازدواجية في التعامل مع أطراف الصراع؟ كمراقب لسير عمليات المبعوثي الأمم المتحدة في اليمن منذ مطلع العام 2013 ووصول جمال بن عمر وتسهيل هذا المبعوث، يعني أول مبعوث لليمن كان جمال بن عمر، قام يقوم بدور فعال في تسهيل عملية الانقلاب. ما يقوم به اليوم جريتيث من ستوكهولم إلى اليوم هو أيضا على نفس خطى جمال بن عمر، يذهب إلى المناطق التي لم يستطع أن يدخلها الحوثي ويمهد ويسهل هذه الاتفاقيات. ما جرى مؤخرا في نهم وفي الجوف هو نتيجة لاتفاق ستوكهولم الذي أوقف قوات التحالف وقوات الجيش الوطني من السيطرة على ميناء الحديدة وتمكين ميليشيات إرهابية من تهديد الملاحة الدولية وتهديد السلام والأمن العالميين. لا أحد يستطيع أن يدرك ماذا تريد الأمم المتحدة وماذا يريد مبعوثيها ومبعوثها الجديد جريتس أو المبعوث الحالي جريتس من اليمن. ما الذي يريدونه بالتحديد؟ الدولة اليوم تدفع مرتبات المواطنين في كل أرجاء اليمن، المساعدات الدولية بإمكانهم أن يوصلوها عن طريق الحكومة الشرعية وهي توصلها للمواطنين حتى في مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية. لا داعي لمنح هذه الميليشيات موانع ولا سواحل، حتى يعني كانوا يقولوا من باب انساني. اليوم معظم المنظمات الانسانيه الدوليه لديها تقارير ان الميليشيات الحوثيه تاخذ هذه المساعدات ولا تسلمها للمواطنين في الاساس. هناك يعني تقارير وصلت لمجلس الامن وتقارير المنظمات الدوليه وتقارير المنظمات العامله في اليمن ان هذه الميليشيات لا تتعامل بشكل انساني في المناطق التي تسيطر عليها. حجه او الحجج التي يسوقها
مبعوث الأمم وفريق عمله وناشطيه وناشطاته لا يأتي بالغرض ولا يمكن أن يغير من طبيعة المعادلة. ما ذهبت إليه الحكومة الشرعية من القول بازدواجية المعايير، نعم هو ذاك. ماذا كان يفعل جريفيث قبل يومين في مدينة مأرب؟ أنه يمهد الطريق للحوثيين للاستيلاء على مأرب أو الدخول في مفاوضات مع السلطة الشرعية في مأرب أو إدخالهم عن طريق السلام. نعم دكتور فيصل سأعود إليك، دعني فقط أذهب إلى السيد إبراهيم بسؤال أخير وباختصار. سيد إبراهيم، يعني ما الذي حققه المبعوث الأممي طوال هذه المدة كما يقول البعض حتى يتم التعويل على بياناته؟ لم يحقق أي شيء. المبعوث الأممي أصبح فاشلا ذريعا. إذا لماذا يتم التعويل على بياناته؟ لماذا تقوم الحكومة الشرعية بالاعتراض على هذه البيانات والاحتجاج وتقديم الرفض لها؟ فقط لأنه من ناحية دبلوماسية ومن ناحية الرأي العام العالمي لكي لا يكون هناك رأي مضلل، لأنه كثير من المنظمات الدولية والدول والمواطنين في كثير من الدول يعني تأخذ بالبيانات بعين الاعتبار كونها لا تعرف شيئا عما يحدث على أرض الواقع في اليمن. فلذلك البيانات يجب أن تكون موزونة ويكون أن تكون محترمة، ويجب أن لا يعني تنحاز إلى جهة هي مجرد بيان توثيق لما يجري في اليمن وليس لها يعني أي تأثير حقيقي على الأرض، لكنها مهمة جدا من الناحية الدبلوماسية والسياسية على الصعيد العالمي والإقليمي. هذا الأهم في بيانات الأمم المتحدة. لكن غير ذلك كما نعرف الأمم المتحدة لن تستطيع حتى تطبيق أي من الاتفاقيات التي أشرفت عليها، حتى اتفاقية الحديدة ما زال الحوثيون ينهبون المساعدات الإنسانية وما زالوا يسيطرون وما زالوا يرتكبون الجرائم ضد أبناء الشعب اليمني في كل مناطق اليمن. لكن الشيء الثاني هو أيضا الشرعية أصبحت فقط مجرد أداة بيد هذا التحالف، ولا تتحدث إلا عندما يستهدف المجتمع الدولي ذلك التحالف. لكن التحالف المجتمع الدولي ينظر إلى الحكومة الشرعية على أنها مجرد أداة لدى هذا التحالف وليس لا تمثل الشعب اليمني، فلذلك لا يعولون عن ما تقوم به الحكومة الشرعية كثيرا، وإنما تستخدم التحالف العربي يستخدم الحكومة بإدارة المنظمة الأمم المتحدة، لأن الإمارات السعودية لا تحاول الدخول بشكل مباشر أو بصراع مباشر مع الأمم المتحدة، فلذلك يستخدمون هذه الشرعية بشكل سيء جدا، وهي تدرك أن الحكومة الشرعية عندما تهاجم منظمة أممية يعتبر ذلك خروجا على العرافة الدبلوماسية والدولية، يعني بطريقة يعني التي تدين بها هذه المنظمة الأممية. إلى المحلل السياسي إبراهيم القعطبي، كنت معنا من نيويورك، شكرا جزيلا لك. عودة إليك دكتور فيصل، وباختصار ما هي الطرق الآن المتاحة أمام الحكومة الشرعية لبعث رسائل اعتراض للفاعلين الدوليين على أداء المبعوث الأممي؟ بيدهم الكثير. هناك أداة وزارة الخارجية والسفارات اليمنية في الدول يعني المشرفة على الموضوع اليمني، الدول الخمس وبريطانيا بالتحديد التي لديها الملف اليمني، يجب إقناعهم بأن هذه الميليشيات اليوم تسيء للعلاقات اليمنية بدول الجوار وتسيء في استخدام يعني في استخدام الأسلحة واستخدام الجماعات الإرهابية في ما يتعلق بالملاحة الدولية والأمن والسلام العالمي وأمن المنطقة بشكل عام. بيد الشرعية أن تقوم بعمليات نوعية مدعومة ومسنودة من قوات التحالف في مناطق التماس، تحرير المناطق الهامة مثل مدينة تعز. هو تستطيع الشرعية تحريك هذه الورقة وهي تكون ورقة الجوكر والورقة الرابحة إذا ما أرادت الشرعية وأرادت التحالف إنجاز نصر حقيقي في الميدان. ليس صحيحا أن الشرعية
لا تمثل الشعب اليمني ولا ان العالم يتعامل مع هذه الشريعه انها غير ممثله لليمن. هذا كلام غير دقيق وتوصيف غير دبلوماسي. العالم كله يتعامل مع هذه الشريعه على اساس انها الدوله. قد يكون يعطي هذا العالم او بعض المنظمات وبعض الدول تعطي يعني اولويه او حيزا للتعامل مع الجماعات جماعات الحوثي، لكن هذا لا يعني ان هناك عدم اعتراف بالشرعيه اليمنيه وبالسياده اليمنيه وبالدبلوماسيه اليمنيه التي تستطيع ان تتحرك في مختلف المجالات. الجميع يعترف بالشرعيه، الشرعيه هي التي لا تعترف بنفسها. دكتور فيصل علي، شكرا جزيلا لك. اذا مشاهدينا الكرام، بهذا نكون وصلنا الى نهايه هذه الحلقة. لا يسعني بالأخير إلا أن أشكر ضيوفي. كان معي من البحرين الكاتبة والباحثة السياسية ميساء شجاع الدين، وكان معي المحلل السياسي اليمني من نيويورك إبراهيم القعطبي، وكان معي رئيس مركز يمنيون للدراسات الدكتور فيصل علي من ماليزيا. شكرا جزيلا لكم، وشكر موصول لزميلي معد هذه الحلقة الزميل ماجد، الزميل ماهر أبو المجد. ونلقاكم على خير في حلقة قادمة. إلى اللقاء.